اهلا بيكم حضرات الساده المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم كلام عسل. النهارده ان شاء الله الحلقه هتبقى شيقه جدا وممتعه جدا، لان هنتكلم فيها عن موضوعات مهمه، هنرد فيها على بعض رسائلكم اللي جات لنا على السوشيال ميديا على صفحتنا. استنوني لان في كلام مهم قوي هنقوله لكم، خاص بالاسره وخاص بالزوجه والزوج والابناء. ويسعدني ان انا يبقى معايا زمايلي النهارده في الحلقه، معايا الإعلامية زينب السعداني. أهلا بيك يا اهلا زوزو، بحضرتك يا دكتورة، منورة اهلا البرنامج بدانوري. ومنورة الحلقة. اهلا بيك يا بيك منورة. ومعايا الإعلامي هاني اهلا خفاجي، بحضرتك، أهلا بحضرتك، اهلا بيك يا منورنا. دكتورة، وبرحب طبعا بزميلتنا الإعلامية الأستاذة زينب. اهلا بحضرتك وخليني أرحب بكل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا على شاشة الصحة والجمال. وزي ما قالت الدكتورة في بداية الحلقة، النهاردة حلقة مميزة، حلقة خاصة لكل الأسرة وفيها مواضيع مهمة جدا. وزي ما تعودتوا مع الدكتورة هتلاقوا كل الشيق والممتع، وفي النهاية هتستفيدوا إن شاء الله من البرنامج. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الفقرة بتاعتنا الأولى طبعا دايما بنعمل فيها وجبة غذائية، وجبة وقائية أو علاجية، مش وجبة عادية. يا إما بنقدم وجبة بتعالج أي مرض من الأمراض زي ما اتفقنا قبل كده، سواء اضطراب نفسي أو سلوكي أو عضوي أو الكلام ده كله، أو وقائية بتقينا من أي مرض موجود، بتساعد في الوقايه، بتساعد في الوقايه. النهارده ان شاء الله هنقدم الوجبه وهينفذها لنا الشيف ابراهيم نصير. اهلا بيك يا شيف. اهلا بحضرتك، نورتنا. الله يخلي حضرتك. وان شاء الله النهارده هتعمل لنا ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل وجبه علاجيه مختصه، يعني هنعمل طبق من الطبيعه بعيدا بقى عن الكيماوي يعني. تمام، انا معايا سمك دراك. هنعمله مشوي. السمك الدراك ده عباره عن سمك اللي هي كان عد اللي هي بالليبي. السمكه دي بتحتوي على اوميجا 3 كتير قوي، بتبقى مش علاج بس، لا دي كمان بتكافح السرطان وبتعزز من صحة القلب وإعادة ترتيب وتنظيم الدورة الدموية، والعياذ بالله يعني بتعمل وقاء ما بين السكتات الدماغية والقلبية. كل ده الفايدة دي، الفوائد دي للسمكة دي. اه طبعا. ايه تاني نقولها للسادة السمكة المشاهدين؟ اسمها دراك. 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 دي متوفرة موجودة في السوق، في ليها سيزون معين او اه طبعا ليها بس وقت هي معين. ليها سيزون معين، بس هي طبعا متوفرة، بس السيزون بتاعها بيبقى مثلا من اواخر 8 لنص 9 وبتختفي شويه عشان هي بتبقى سراب مهاجره. ومن نص 9 بتبتدي تظهر تاني بقى من على اول 11. فانا طبعا الحمد لله جبتها بالعافيه. عشان طيب اسكندراني بقى. انا كنت عايز اسال الشيف بقى، قول لنا قبل، يعني انت قلت لنا على السمكه اللي معاك وهتعمل ايه وبتبقي من ايه. طب خلينا عشان الساده المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده عايزين نقول احنا الوصفه اللي هنديها لهم النهارده دي في الاساس عشان خاطر ايه. طبعا الوجبه دي انا مركب الطبق. انا معرفت الدكتوره هاله بتتكلم النهارده عن الكانسر، فحبيت الكانسر. طبعا اركب الوجبه بس من الطبيعه بعيدا عن الكيماوي. طبعا انا ذكرت السمكه الدراك في الاول، قلت اللي هي فيها تحتوي على اوميجا 3، وطبعا اوميجا 3 من مكافح السرطان. الاوميجا 3، اوميجا 3 من مكافح السرطان، يعني مش دي معلومه، دي معلومه مهمه يعني. طبعا اعتقد الساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي عارفين ان احنا بنقدم حاجه دلوقتي يا جماعه او خاصه لمرض السرطان، واهم حاجه مش عشان علاج، احنا ما بنقدمش علاج، احنا بندي حاجه فيها وقايه. يعني دكتوره اعتقد متفقه معايا، احنا كمان بالمناسبه دي الشهر ده يعني الشهر ده استاذه زينب احنا عندنا مش احتفاليه، هي مناسبه لمرضى السرطان والعنايه بالسرطان، وخصوصا سرطان الثدي عند السيدات. فكويس ان الشيف معانا النهارده وهيقدم لنا الوصفه الكويسه دي عشان نقي من مرضى السرطان. وقبل ما يكمل الشيف انا مش عايز اطول عليكم عشان نتابع الشيف بتاعنا، بس خلوني اوجه تحية خاصة جدا وانا بسميهم المحاربين اللي عندهم مرض السرطان، اللي بيحاربوا السرطان يا دكتورة، وبياخدوا طريق طويل جدا في العلاج. بالظبط. وخصوصا السيدات في مجتمعنا، واللي بتوصل كمان بالذات في النتيجة النهائية في مرض السرطان اللي بيحصل استئصال الثدي او حاجة زي كده. في نفس الوقت انا يعني بدعو ربنا سبحانه وتعالى انه يتقبل دعائنا كلنا بالشفاء لكل مرضى السرطان. ونرجع بقى للشيف بتاعنا كده وقول لنا السمكه الجميله اللي معاك دي بتعمل لنا ايه بالظبط. هعيد تاني الحته دي، انا احنا السمكه الدراك وقفنا عند اوميجا 3 عشان ما احنا اوميجا عشان ما نطولش طبعا. وفي بقى اللي هي الجوانب البي سايد اللي هو بيبقى جنب السمكه، اللي هي يعني الخضار المصاحب للسمكه. قلقاس بس مش هنقدمه بقى مسلوق، ما هنعمله مشوي. قلقاس. القلقاس اه طبعا مع السمكه. طبعا القلقاس ده يعني حدث ولا حرج. ده انا هشوف معاك العجب النهارده. لا 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 ان شاء الله خير. يعني هو الطبق ده اساسا الطبق ده اسمه فيجيتا فيش، يعني خضار وسمك. انا مسمي الطبق من المكونات بتاعته. طب هو انت اللي مسمي الطبق يا شيف؟ انا مسمي الطبق. انا كنت لسه هقول له يعني هو الطبق ده جديد. الطبق ده جديد ولا انت اللي مكونه؟ بص دكتور احنا بندور يعني الشيف بره مصر او في مصر في اماكن معينه اسمه دكتور شيف.
يعني بتبقى بالبلدي كده بتبقى ايده في بطن العميل. تمام. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان انا اكون دكتور قبل ما انا ما اكون شيف. يعني مثلا بتبقى قاري كتير تغذيه علاجيه؟ طبعا لازم يكون في خلفيه طبعا. يعني انا يعني مثلا انا حضرتك يا دكتور بدون قطع كلام حضرتك بنعمل وجبات للجيم، للدايت، للتخسيس، لصحه القلب، لتعزيز المناعه. الوجبه دي طبعا ده طبق فندقي بقى جميع الدول، ده بقى شيء اساسي دلوقتي. موضوع الشيف اللي هو المتخصص في الوجبات الصحيه. صح. طبعا. وبعدين يعني في الفنادق الموضوع بيبقى يعني متواجد اكتر. المطاعم محترمي المطاعم دايما بيبقى بيقدم طبق كبير وكتير بس مفيش فايده. بيبقى مكرونات طبعا المصري دايما بيحب، انا قلت قبل كده حلقه تاني، المصري دايما محترمي المصريين، انا مصري منهم، بس الاغلبيه دايما بيحب يخش يشوف الطبق مليان مفيش سبيس مفيش فراغ. تمام. الفنادق بيبقى الموضوع لحضراتكم يعني في يعني تداول في الفنادق بيبقى الموضوع سيمبل. بيدور على قيمه غذائيه، بروتينات، فيتامين، الطبق ده هيديني قيمه غذائيه ايه. طبعا هو في نقطه في الفنادق بعد اذنك ان انت بتستقبل كمان في سياح او يعني طبعا السياحه اللي بتيجي من بره دي فيها ناس فيجيتيريان ما بتاكلش اللحوم مثلا جدا، فانت لازم يكون متوفر عندك العنصر ده في المطبخ بتاعك. ففي عندك ناس بتيجي عندها امراض معينه لازم تاكل اكل هيلثي. حضرتك لازم يبقى في دايركتور، لازم يكون في شيف تنفيذي. بالظبط. طبعا بنتحط تحت يعني هيدك اللي هو بيبقى حد داخل، فلازم يكون في حاجه عندي اسمه شيف ممارس. اللي انا حد داخل طالب وجبه معينه فممكن يبعد عن السيت منيو خالص، يبعد عن المنيو ويعني يبتكر وجبه. انا مثلا انا معدتي فيها الم. والله وده بيقابلنا كتير، يعمل له وجبه خاصه بالالم. طبعا زي حضرتك كده بالعربي يعني حضرتك مثلا عندك برد مش هاكل مسبك، انا هاكل شوربه خضار، هشرب شوربه خضار. ده الطبيعي. بس في الامراض الكتيره احنا بنحاول بقدر الامكان نقرا عشان نقدر نطبق وخير الناس انفعهم للناس. طبعا هبتدي اخش انا بقى في هشرح للقلاس اي ماده، اي خضار جذوري. احنا كده في المكونات يا شيف، احنا كده البي سايد 40 او المشاهدين لو حب اي حد فيهم يجيب ورقه وقلم ويسجل معانا المكونات بتاعه الطبق ده النهارده. فقول لنا كده، معانا السمكه دي، معلش انا اسف. لا طبعا اتفضل. اسمها دراج. الدراج. دراج. ومتوفره في السوق. متوفره طبعا، بس لازم تدور عليها شويه عشان ايه يعني هي موجوده. بس لازم بس يكون مش في الاماكن يعني لازم الكاميرا تيجي بس على السمكه كده تشوف السمكه عشان يبقى عارف شكلها ايه. يا ريت كده. هي سمكه ما بين حاجه اسمها التونه. ارفعها فوق شويه كده عشان الساده المشاهدين يشوفوها. فيها شبه المكاريلي شويه. وبعدين الناس فيها شبه المكاريلي فعلا. هي نفس بس دي اعلى من المكاريلي شويه. هي نفس، هي بتبقى السمكه بتبقى قراط شويه، اللي هي بتبقى ايه، هي من النوع اللي هي متوحش شويه في البحر يعني. طب انا اسف في السؤال عشان انا عارف ان اللي بيشوفنا دلوقتي بيسال نفس السؤال. هي اسعارها غاليه؟ اسعارها مقاربه للطبقه المتوسطه. يعني الطبقه المتوسطه يقدر انا ممكن اوصلها عادي يعني. في حدود كام مثلا؟ يعني بتبقى مثلا من 90 ل 110. من 90 ل 110 بس. فايده اكن يعني اكنك حضرتك داخل تجيب علاج. هي فعلا العلاج فيها رباني. طيب جميل. يبقى معانا كلنا لازم نهتم بيها السمكة. لان محاربه للكانسر دي لازم كلنا والناس كلها تهتم. بصي انا بعتبر موضوع الكانسر ده يا دكتوره يمكن مش عارف اذا حد يتفق معايا ولا لا، هي حرب. يعني موضوع الكانسر ده حرب، وحرب على من الطرفين، حرب من الطرف العلاجي اللي بيعالج وحرب من المريض. المريض ده بيدوق فتره علاج صعبه للغايه جدا، بالذات لو دخل في جلسات كيماوي يعني بصراحه فعلا انا دايما بدعي ربنا انه يقي الناس من شر هذا المرض ويدي القوه للمرضى نفسهم. بالظبط. مع العلم ان اصلا الكانسر مش مرض اساسا، هو عباره عن نقص بعض الفيتامينات. بالظبط. بس هو احنا في الاخر بنشخصه او بنبص له كمرض، انه الناس بتاخد فتره علاجيه منه يعني فتره طويله. ودي ميزه البرنامج بتاعنا ان هي بيقدم وجبه علاجيه وقائيه، يعني بنساهم في علاج الامراض بنسبه 20 او 25% لان الوجبات والتغذيه بتساهم يعني بنسبه كبيره في العلاج. زائد ان احنا لو كلنا حاجات وقائيه بتقينا من الامراض دي طبعا مفيده جدا، بالذات ان احنا داخلين على فصل الشتاء والمدارس والكورونا. والله احنا مفتقدين النقطه دي يا دكتور. حكايه الاكل الصحي والطريقه الصحيه في الحياه نفسها عموما احنا افتقدنا الكلام ده، وبقينا في عصر الامراض المنتشره كتير قوي لان النقطه دي غابت عننا. بالظبط كده. بالظبط. ولا ايه رايك يا مدام زينب؟ طبعا احنا مفتقدين الهيلثي فود كتير جدا. يعني بسبب طبعا الفاست فود ده بيعمل مشاكل جامده جدا. يعني
الانسان وكده يعني. نبعد يا ريت كلنا نبعد عن الفاست فود دي، لان طبعا انا عايزه اقول دي يعني مشكلة مدمره للصحه، مدمره للصحه طبعا. من اكتر من 20 سنه شيف على فكره، موضوع الفاست فود ده معمول عليه مش هقول هجوم، بس هو دايما تحذيرات منه، والتحذيرات موجوده في كل حته، وبرغم كده برضه مفيش فايده. الدول اللي اسست حاجه اسمها فاست فود مش عارفين يستغنوا عنه، يعني الناس نفسها مش قادره تستغنى عنه فعلا. وطبيعه الحياه اليومين دول كمان زودت موضوع استخدام الفاست فود. معرفش يا شيف انت، يعني خلينا نتكلم بواقعيه شويه. انت لو راجل في الشغل دلوقتي وعندك بريك ساعه واحده بس، هتقولي انا والله انا هنزل اروح البيت عشان اجيب اقعد اكل اكل على مزاجي انا، ولا هتبعت تجيب من المطعم ديليفري وتاكل بسرعه عشان تخلص تلحق ترجع شغلك؟ اذا كان انا ما روحتش لاجيب الدليفري بنفسي، ده اذا انت ما روحتش تجيب الدليفري بس قصه الهجوم على الفاست فود، قصه الفاست فود دايما اللي هي الوجبات السريعه، فبيبقى فيه هيدك شغل ضغط شغل. فقصه البريبيشن اللي هي البريب اللي انا اجهز واشتغل، ابقى اجهز واشتغل، فبتبقى عامله شويه مفيش يعني بتضطرهم يستعملوا حاجات سريعه بقى، فما بتبقاش فيها بالظبط. لازم اي حاجه من الحاجات دي تاخد وقتها في نظافتها، في وقتها في المارينيشن، او في الحاجات اللي بتشيل منها الزفاره. اي حاجه طبعا لو استخدمت غلط، يعني لو هي اساسا في تكات ما بين الصح والغلط، في شعره لو استخدمها هتاخدك في حته ثانيه خالص. طبعا عشان اضمن العشاء بتاعي النهارده خلينا نكمل لنا اول مقادير نرجع تاني. تمام ست، وصلنا لغايه السمكه، بعد كده القلقاس. القلقاس اي خضار جزري فيه جذور في الارض طبعا. ده القلقاس من الاف السنين، من الفراعنه، من الحاجات اللي كانت بيستعملوها الفراعنه، القلقاس والملوخيه، الحاجات دي اللي بيبقى فيها جذور، مثلا القلقاس الجزر بيبقى فيه فايده غير طبيعيه. طبعا ده حدث ولا حرج عن القلقاس. تعزيز صحه الجسم، تقويه المناعه في الجسم، تعزيز صحه القلب، برضه من مكافح جدا السرطان ما شاء الله. يعني الحاجات طبعا الطبيعي لو دورنا عليه، والله يعني انا بحلف بالله بقسم على الهواء، الطبيعي جدا اقسم بالله هو اللي بيكسب. وبعدين معظم الادويه بيستخلصوها من الحاجات اللي زي كده. يعني من في ممكن دواء يبقى تبع عليه حاجه تبع في علاج اللي هي تنشيط الذاكره، حاجه في التستيرون، بيستخدموه من جدر القلقاس. جدر التستيرون طلع الفتره الكلام كان بيقول لكل داء ربنا جعله ليه الدواء يعني. وانا لما سافرت بره القلقاس ده بيعملوه في كل حاجه، يعني بيشووه وبيقلوه بيعملوه كده زي سوتيه، بيعملوا القلقاس ده بيستخدموه في حاجات كتير قوي. يعني بره مصر مثلا في بلد اوروبي والكلام ده، فهو فعلا مفيد جدا. طيب وبعد القلقاس ناخد ايه تاني؟ طبعا ده البي سايد اللي احنا قلنا بيبقى مصاحب للسمكه، اللي هو الخضار الجانبي للسمكه. احنا قلنا فايده ده وفايده ده. معانا بقى الفاصوليا الخضراء، ودي فيها ماده اسمها الكلوروفيل، دي من مكافحه السرطان. هي ما بتعملش حاجه غير كده، هي مكافحه سرطان بس. مكافحه سرطان هي ما بتعملش حاجه غير كده، هي دي فايدتها بس. معلش قول تاني عشان المشاهدين. الفاصوليا الخضراء بتاعتنا. الفاصوليا الخضراء بس بقشرها، لازم تتاكل بقشرها. اي بيت طبيعي. طريقه التشغيل بتاعها، الفاصوليا الخضراء طبعا لو تعرضت لاي حراره طبعا بتاخد لون تاني غير الاخضر. اي حاجه فيها مياه جواها، خس، خيار، فاصوليا، الحاجات اللي بيبقى حاصله على يعني رباني من عند ربنا بيبقى فيها ميه، دي بتبقى ليها فايده عاليه جدا. انا مبسوط بيك قوي النهارده على فكره. انا قاعد بس باخد منك كميه معلومات يعني الحمد لله. برضو انا بالك المشاهدين النهارده زمانهم بجد يعني بيدعوا لك. انا ده توفيق من عند ربنا. انا ما عملتش شيء. استاذنكم بس يقول لنا المقادير بتاعه الطبق عشان الساده المشاهدين يكتبوها كلها. تمام. مره واحده. سمكه، احنا معانا كده سمكه. يعني الطبق اسمه ايه الاول عشان الطبق اسمه فيجيتا. هي المقادير على الهوا. فيجيتا فيش. فيجيتا فيش يعني عباره عن خضار وسمك. فيجيتا اللي هي الخضار، فيجيتا بولز، والفيش اللي هي السمك. فاحنا خدنا الاسم ركبناه في الطبق. طب قول لنا المقادير كده بقى. المقادير اللي هنرجع تاني للسمكه. تمام. قلنا السمكه والقلقاس قد ايه تقريبا على السمكه دي؟ يعني انا عشان انا بس عشان انا السمكه كبيره شويه عندي. تمام. فانا حبيت اللي انا باين شكلها، ما رضيتش اخد منها انصص. فحبيت اللي انا باين الراس والديل بتاع عشان المشاهد يعرف السمكه دي شكلها ايه. تمام. فدي كقيمه غذائيه هتبقى كتيره قوي كحجم السمكه اللي انا بقدمها النهارده، بس هي تقديريا واكتر حاجه عشان تستفيد منها 250 جرام. هي دي معايا داخله في حوالي 450 جرام، فانا عملتها عشان ابين شكل السمكه بس. تمام. طيب تمام. وقد ايه القلقاس؟ القلقاس حوالي يعني 30 جرام، 40 جرام، 50 جرام. الخضار دايما تزود منه، ملوش مقياس، بس انا اعطيت ريسبي للخضار عندي عشان يبقى الطبق مناسب لبعضه. الطبق الله يبارك، الله يبارك في عمر حضرتك، اللي هو يبقى مناسب للسمكه. تمام. انا زودت الخضار بس عشان ايه؟ الخضار بقى يعني حدث ولا حرج يعني ولا حرج. طيب تضرب بالخضار. وبعد الفاصوليا، الفاصوليا الخضراء احنا قلنا فيها حوالي 30 جرام فاصوليا خضراء، دي فيها مادة الكلوروفيل اللي هي مكافحة السرطان. طبعا ده البقدونس كلى، تنشيط المعدة. تمام. الليمون طبعا ده مادة اللي هي خضار. قد ايه ليمون؟ الليمون هي سلايزات، انا عاملها كجرنش اللي هي يعني واحدة مثلا وتتقطع سلايز ليمون بالظبط. تمام. دي مادة اللي هي الخامة اللي هي خضار اللي هو ايه؟
اتاك مش دفن. الخضار اللي هو اللي بيهاجم اي امراض برد بقى، هو الليمون في كل حاجه. الحمد لله انا جاهز، الحمد لله الحيوي بتاعنا، الحمد لله انا مجمع الطبق بقدر الامكان وتوفيق من عند ربنا الحمد لله قبل اي شيء الحمد لله. طيب والثوم معايا، الثوم ده بقى انا هعمل السمكه دي بالخضار ده بصوص الثوم. طبعا صوص الثوم ده جديد شويه، ومش يعني مش بقول انا اللي عامله، بس انا اللي مبتكر. تمام، انا خدته برضو من اللي انا. ثوم قد ايه يا شيف؟ ثوم كميات حوالي، عشان الناس بتكتب. لا طبعا الثوم برضو هنعمله على حسب الكميه اللي عندي. انا بتكلم لو انا عندي سمكه زي ما انت حاطط كده دلوقتي، حوالي 30 جرام ثوم. 30 جرام والطبق اللي بعد الثوم. البيت ما فيهوش جرامات، انا والدتي ما بتعملش جرامات. حوالي اربع فصوص ثوم. امي بتاخد يعني، والدتي بتاخد بالنظر يعني. تمام، نقول مثلا خمس فصوص ثوم. تمام، الطبق اللي بعده. ما هو ده الطبق بس. الطبق لا، الطبق الصغير اللي بعد. لا دي بقى التوابل اللي انا عندي، توم بودره. دي يعني معظم البيوت بيبقى فيها يعني. انا بس مش جايب حاجه جايه فظيعه يعني. انا جايب كمون ملح. انا جايب توم بودره ملح فلفل ابيض بس، دي التوابل بتاعتي. نبدا بقى الطبق كده يا شيف عشان نشم الروائح. نستعين بالله ونبتدي الطبق. اوكي اتفضل. طيب خلينا على بال ما الشيف يبدا الطبق. دكتوره انا عايز اسالك، والسؤال موجه لحضرتك برضو ولزميلتي العزيزه. ربنا يخليك. لما بنتكلم عن مرض زي مرض الكانسر او مرض السرطان، وبنقعد نشوف الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون عن المستشفيات اللي بتقام دلوقتي وبيطلبوا التبرعات والكلام ده، انا خلينا اتكلم معاكي. والسؤال ده طرح يعني جه في بالي دايما كتير، وخصوصا في شهر رمضان. انت احساس حضرتك ايه لما بتبقي قاعده بتشوفوا الاعلانات دي موجوده باستمرار كده، والمستشفيات اللي بتبني والكلام ده، احساسكم الداخلي ايه كناس طبيعيين؟ بعيد بقى معلش، مش هنتكلم كاعلاميين ولا الكلام ده، انا بتكلم كمشاهده عاديه. هستاذنك بس ارد على محمد من شبرا الخيمه. محمد طيب. اهلا بيك يا محمد. اهلا يا محمد. محمد معانا؟ انا بتهيألي محمد مش معانا. مش عارفه، هو معانا من شويه كده. شكله محمد. محمد سامعني ولا ايه؟ طيب هنستنى محمد لما يرجع. طيب. لنا تاني. حقيقي انا بحس ان الموضوع ده يعني فيه زياده شويه، يعني زايد عن حده شويه. انا سمعت مبالغ فيه جدا. انا سمعت مبالغ كبيره جدا بتدفع في موضوع الاعلانات بتاعه شهر رمضان بسبب موضوع الزكاه والجمعيات والمش عارفه ايه والكلام ده. ولكن موضوع المستشفيات حقيقي يا ريت كلنا نساهم، لان دي مستشفيات بالذات السرطان، لان دي بتبقى ايه يعني حالات مرضيه. نقدر نعمل مثلا سرير، نقدر نعمل غرف، نقدر نعمل معرفش ايه، بس نتاكد من المصدر او المكان اللي احنا رايحين نودي فيه الاعلان الفلوس. طيب ده محمد. ده محمد رجع لنا تاني. طيب. اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفزيون يا محمد بعد اذنك. اهلا بيك، ازيك؟ حاضر اتفضل. انا صدري كده بيوجعني وعندي دوخه كده، بجيب دوخه على طول. دوخه؟ كنت عامل اشتراك عم ياخد شنو. سلامتك يا محمد، الف سلامه. لا انت لازم تروح لدكتور باطني عشان يكشف عليك، يشوف سبب الدوخه دي، لان لها اسباب كتير. ف يعني انت حقيقي محتاج تعرض نفسك على دكتور وتعمل تحاليل. اشكرك يا محمد. يعني ده احساسك لما بتشوفي الاعلانات دي؟ انت بتتكلمي ان ده مفروض ان احنا ندخل مع التبرعات دي نساهم في رحله العلاج القويه دي، بس نبقى عارفين المصدر فين بالظبط. المصدر. طيب. او المكان اللي احنا هنودي فيه ده مكان موثوق فيه ولا لا؟ طب اسمع بقى كده اجابه. هو الحقيقه انا يعني بتألم جدا عشانهم لما بشوف المنظر. انا مستني الحته يعني دي بقى. بصي انت خدتيها من شقه تاني خالص. انا مستني الحته دي. انا بتألم جدا فعلا عشانهم يعني الحقيقه، وبقول فعلا ان هم يعني الله يكون في عونهم، وبيبقوا فعلا محتاجين للمعونه. طيب بما اننا بنتكلم عن مرضى الكانسر، انا طبعا كنت اتمنى النهارده يكون معانا حد متخصص في مرض الكانسر، لكن اعتقد انه مش محتاجين نتكلم عنه يعني. هو في حد ذاته ابتلاء عظيم. هو يعني هو المهم ان احنا نتكلم عن موضوع الوقايه، واحنا حاولنا نعمل حاجه بسيطه النهارده بان الشيف موجود معانا، وبدانا نسمع صوت الطشه بتاعته كده بيدي لنا النهارده الطبق ده يا جماعه بيقينا من مرض السرطان. هو حاجه بتساعدنا ان احنا نقي نفسنا من هذا المرض اللعين، اللي انا دايما بشوفه من وجهه نظري هو عباره عن حرب لازم نتصدلها كلنا، اللي عنده المرض واللي ما عندوش المرض. يا دكتوره يعني المفروض نبقى احنا كلنا ايد واحده في حكايه موضوع التصدي للمرض ده بالذات.
هستأذنكم دلوقتي، احنا جالنا بس مشكلة على صفحة البرنامج على السوشيال ميديا. واحدة بتشتكي بتقول ان جوزها بيكره طموحها وبيغير من نجاحها، وبتقول لدرجة ان كان بيقطع لي الكتب وانا بذاكر، وانا نفسي اعلى بأسرتي وبولادي ونفسي ارفعهم لفوق. هو كان بيغير جدا من الموضوع ده. فان شاء الله بعد الفاصل هنناقش الموضوع ده ونعرف هل الزوج فعلا بيكره طموح الست وبيغير من نجاحها ولا لا. استنونا بعد الفاصل. اتفضلي. صباح الخير. كنا عايزين ناخد راي حضرتك في المراه العامله والغير عامله. هل انت بتفضل المراه العامله ولا الغير عامله؟ بفضل المراه العامله، بس بعد الجواز يفضل الغير عامله. الغير عامله بنشغلها عن البيت، عن الزوج، عن الاولاد، الكلام ده كله. هل الراجل بيغير من طموح المراه؟ في كده وفي كده. وانت من نوع؟ لا مش بغير طبعا. انا يعني ازداد فخر لما تكون مثلا مراتي عندها طموح، عندها شغل، عندها حاجه كويسه، يعني افتخر بيها مش اغير منها. او اهبط مثلا طموحها ده او الغيه، يبقى انا كده اتحاسب عليه. صباح الخير. اهلا. صباح النور. كنا عايزين ناخد راي حضرتك في المراه العامله. هل الراجل بيغير من طموح الزوجه بتاعته؟ هي حاليا في كل الحالات، يعني مش كل الرجاله، في راجل بيغير وفي راجل ما بيغيرش، بس هو الراجل اللي غيره احسن راجل في الدنيا كلها. بس يعني انت بتفضل ان المراه تكون غير عامله؟ لا لا، انت بتحب المراه الطموحه؟ طبعا. تمام، شكرا. صباح الخير. صباح النور. كنا عايزين نعرف راي حضرتك في طموح المراه. هل انت بتفضل المراه العامله ولا الغير عامله؟ والله على حسب مقتضيات الامور وعلى حسب الظروف. لو المراه هتساعد زوجها وعامله وتشارك في الحياه، ده اهلا وسهلا بيها، ما فيش اي مشاكل. لكن لو جوزها شغال والظروف مرتاحة وكويس، يعني أفضل أنها تقعد في البيت أحسن. يعني أنت مع اللي بيقتلوا طموح المرأة مثلا؟ لا طبعا. المرأة بالنسبة لنا شيء جميل جدا، خلي بالك. ربنا ما خلقش المرأة عشان تبقى للبيت والمواعين والحاجات دي بس، لا بالعكس، هي مشاركة وحاجة جميلة جدا. وبعدين منها أمي ومنها أختي ومنها صديقتي ومنها مراتي، هم الصراحة يعني لا يمكن الواحد يستغنى عنهم أبدا. جدا. صباح الخير. صباح النور. كنا عايزين نعرف راي حضرتك في الراجل. هل هو الراجل بيقتل طموح المراه؟ هو مش كل الرجاله، في راجل بيقتل طموح الواحده ويوصلها اللي هي عايزاه، وفي واحد ما بيقتلش يعني في واحد يقتل طموحه ويقعدها في البيت، واحد ما يقتلش عادي، عايز يشغلها بيشغلها، بيحقق لها رغبتها عادي. يعني وانت بتفضلي لو ابنك جاي يختار عروسه دلوقتي، هتفضلي ان هو يختار المراه العامله ولا الغير عامله؟ هو اللي يختار بمزاجه، لو هو عايز يشغلها يشغلها، مش عايز خلاص، انا مش هفرض رايي عليه. اصلا شكرا. صباح الخير. صباح الخير. كنا عايزين نعرف راي حضرتك في المراه. هل انت بتفضل المراه العامله ولا غير عامله؟ والله هي المراه العامله ولا غير العامله، ان هي بترجع ل هي المراه العامله افضل، يعني هي دي في لها مميزات ودي لها مميزات. ايه مميزات المراه العامله؟ هي مميزات المراه العامله تبقاش عامله قلق في البيت، يعني بنطير كده 8 ساعات كده، يروحوا فين؟ في الشغل، في العمل بتاعها، ترجع تعبانه شويه، تقضي حاجه بيتها، تنام بسرعه. تمام؟ دي اول حاجه. ثانيا برضو العامله بتبقى عندها يعني بتحاول بتساعد في البيت. طموح المراه العامله غير طموح المراه الغير عامله. ان وجهه نظرك طموح المراه الغير عامله؟ طموح المراه غير عامله كل اللي يهمها في الاهتمام بالبيت، شؤون البيت، شؤون الاولاد كده. دي يعني برضو ما عندهاش بقى، ما عندهاش اللي هي اللي بيحصل خارج البيت ايه، ولا في الحياه العمليه ايه، هي ما عندهاش درايه بيه. هي مهتمه بشؤون البيت، في حاجه البيت، حاجه المدرسه وحاجه الاولاد. وده ميزه برضو، لانها بتبقى بتراعي للاولاد برضو في ظل الظروف. ممكن المراه العامله بتبقى الاولاد بيبقى عدم اهتمام شويه لظروف عملها، انما اللي في البيت برضو واخده بالها من اولادها اكتر شويه، مراعيه شؤون البيت كويس كده برضو. فالشغل على حساب البيت، هي متوازنه. لا انا يعني اللي بتشتغل اكيد بتشتغل على حساب البيت، والتانيه برضو ممكن فظروف الراجل دايما هي اللي ممكن لو الراجل مش محتاج مراته للعمل، الافضل تقعد في البيت. ولكن برضو للمراه نفسها بقى، للمرأة نفسها في ظل الوضع الحالي، ونشوف بقى بنسمع على قضايا طلاق وبنسمع، أنا أفضل يعني مثلا مع بنتي مع أي حد، لازم إن أنا يعني تشتغل تملك قرارها في الوقت ده،
ان هي لما تكون متعلمة وبتمارس مهنة معينة وموظفة في جهة معينة جهة محترمة بتلاقي الاحترام المتبادل ما بينها وما بين الراجل. يعني عايز اقولها لك يعني انما لما بتشتغلش في البيت بتلاقي ضغط، ممكن لو ممكن الراجل يكون سيء شوية حظها فيه اعدله في البيت، وهي برضو اللي قاعدة في البيت بقت ايه القاعدة في البيت برضو مش هتقعد برضو ال 24 ساعة في البيت، عايزة تخرج، لازم تخرجها مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع، هي هتطلب لانها برضو قاعدة البيت. فده حد ذات الخروج دلوقتي بقى الضغط على الراجل اللي هو طول اليوم في الشارع. فيعني برضو ايه الحاجات متبادلة كده زي هي المميزات اللي هنا واللي هنا، ولكن برضو انا بفضل المرأة العاملة بتلاقي لها كيانها شوية. طب حضرتك ممكن تغير من طموح المرأة لو اتملت مناصب عالية؟ لا ما غيرش من طموح المرأة، وإذا كانت هي تستاهل المنصب فهي كفاءة لي، ما غير لي دي. ممكن المرأة تاخدها حافز ليك. انت شايف يعني دايما المرأة العاملة برضو يعني متحملة ضغط اكتر من الراجل بكتير. ليه بقى؟ لان هي في نفس الوقت عاملة وفي نفس الوقت تيجي تعمل بيتها كله على اكمل وجه، بتقوم بمصالح بيتها على اكمل وجه زي اللي قاعدة في البيت. يعني برضو يعني ضغط عليها. الراجل على الاقل بيجي من شغله بيقعد بيرتاح بينام بينزل بيخرج برضو ايه، انما هي بتيجي من العمل بتاعها بتستلم بيتها برضو ولادها متطلباتهم، بتجهز لهم حاجات المدرسة بتجهز لهم، ده برضو ما بيعف يعني شغلها ما بيعفهاش انها تعمل حاجة بيتها. فده برضو يعني حاجة تانية عليها، التزامات تانية عليها، بالاضافة عكس الراجل. يعني الراجل بيروح شغله ويجي ينام بس. ورجعنا لكم تاني حضرات السادة المشاهدين عشان نتكلم في الموضوع اللي انتوا بعتوه لنا، اللي هو هل الراجل فعلا بيكره طموح المرأة وهل الراجل فعلا بيغير من نجاحها؟ طبعا انتوا شفتوا التقرير اللي فات، ومعايا زمايلي الإعلامية زينب والإعلامي والمذيعة هاني هيتكلموا معانا إن شاء الله في الموضوع ده. إيه رأيك يا زينب في الموضوع ده؟ الحقيقة قبل ما نتكلم عن طموح المرأة لازم نفهم أهمية الطموح بالنسبة للمرأة. في دراسة أجريت من قسم الدراسات النفسية بجامعة ماكنزي بولاية ساو باولو في البرازيل. الدراسة دي بتقول إن المرأة الطموح أكثر سعادة وأكثر ذكاء. المرأة الطموح أكثر سعادة. حلوة قوي. وذكاء. ليه؟ لأن هي المرأة الطموح بيبقى عندها أهداف وطموحات بتسعى لتحقيقها، فبيبقى عندها دوما أمل باستمرار في أن هي توصل للأهداف دي، فعشان كده دايما بتبقى حالتها النفسية مرتفعة. يعني لو شفت واحدة مبسوطة يبقى طموح، هي طموحة خلاص. ده طموح طبعا. أكيد طبعا يعني. لكن رأيك فعلا الراجل بيكره طموح الست وبيغير من نجاحها؟ بتختلف طبعا كل راجل والتاني. وانت يا استاذ هاني؟ والله بص خلينا نسأل سؤال بقى، معلش هيبقى مختلف في نفس الموضوع بس هيبقى مختلف أو بطريقة تانية شوية. هي ايه ظواهر كره الراجل لطموح الست؟ وبعدين في نقطة تانية، هو على حسب علاقة الرجل بالست، هل هي معلش يعني اخته ولا او حد من العيله؟ لا انا بتكلم على مراته. خلاص يعني المشكله اللي جايه لنا مراته. طيب المشاهدين برضو عارفين احنا بنتكلم الصفه بينهم ايه، هو زوج وزوجه. زوج وزوج. طيب ما تخليني نسال السؤال اللي انا بقوله، هو ايه الظواهر؟ يعني انا اعرف منين ان الراجل ده بيغير من طموح مراته؟ طب وهو طموح مراته ده ايه؟ هي الزوجة اللي اتكلمت معانا على السوشيال ميديا بتقول لي انا بذاكر وبيقطع لي كتبي وما يخلينيش اروح اكمل. يبقى يعني الطموح هنا عشان بس برضو لما نيجي دي الحالة اللي جات لنا. الطموح هنا علمي. يعني الطموح بالنسبة للزوجة هنا هو علمي. مرتبة علمية. وده مش وحش. طيب وجوزها بيقطع لها الكتب وبتخانق معاها وكده. يعني انا هتكلم عن نفسي، انا زي ما بيقولوا وراء كل عظيم امرأة، ما هو هي برضو بتسنده عشان طموحه وبتقف وبتساعده وبتتعب علشانه وكده. طموح الزوجة أنا بالنسبة لي شايفه هدف سامي فعلا. يعني أنا كزوج لما مراتي عملت دراسة وخلصت وبعدين بقت ماجستير وبعدين دكتوراه فبقت مدرسة وأستاذة في الجامعة ودكتورة أنا يوم ما معلش أنا هتكلم بالطريقة البسيطة زي ما أنتوا عارفين والناس المشاهدين حتى متعودين عليا أن أنا بتكلم ببساطة. لما بيجي حد يسألني والله ده أنا المدام عندي دكتورة فلانة
فحتى بقولها بفخر يعني لما بدي اتكلم فيها بقولها بفخر. يعني معنى كده ان نجاح الزوجه بيبقى نجاح للاسره كلها. اكيد يعني نجاح لحضرتك ولولادك وللاسره كلها. وهي اصلا دراستها بتبقى هدفها منها ان هي تعلي باسرتها. يعني بيبقى هو الهدف من الطموح ان المراه بتبقى عايزه تعلو باسرتها. فبالتالي بيبقى عندها الطموح دوت وبتسعى ليه. بس انا عايزه اقول حاجه ان في فرق بين الطموح وال يعني في شعره كده خفيفه طموح زايد عن حده زي ما بيقولوا بيتقلب لضده. يعني في ست بتنسى دورها الاول اللي هو البيت. يعني انا رايي كهاله ان دورك الاول اللي انت اتخلقتي عشانه بيتك واسرتك واولادك لان ده الدور الاساسي. الست الذكيه اللي تقدر تعمل توازن بين الاثنين تمسك العصايه من الوسط زي ما بيقولوا واخده بالي من بيتي وبصل طموحي بعمل هنا وبعمل هنا. لو انا فعلا خدت بالي من النقطه دي عمر جوزي ما هيزعل مني ولا غير مني الا اذا زي ما قلنا كل قاعده ليها شواذ. الا اذا سألتيها كان عنده بعد دكتوره يعني اللي بعدت المشكله سالتيها انت هل انت اهملتي في البيت؟ قلت لها كده قلت لها خلي بال حضرتك مش شرط البيت الرومانسيه الوقت الجميل اللي معنا كلمه البيت بالنسبه لنا معلش يمكن انا منظوري مختلف شويه يا جماعه او مش عارف انا جاي من كوكب تاني. كلمه البيت بالنسبه لي مع الزوج هي كل المعاني بالظبط كده. يعني هي بتشمل كل المعاني العلاقه الانسانيه اللي بينهم العشره العواطف والرومانسيه اللي حضرتك بتتكلمي عنها والكلام ده كله بيحصل فين؟ ما هو جوه البيت. هي قالت لي بتاعنا. قالت لي انا ما قصرتش خالص معاه ولا مع البيت ومنظمه نفسي ومخططه لان دي ست بتدرس اكاديمي يعني حاجه واحده دراسه مش طموح مثلا عمل او بتاع ده دراسه وده ارقى انواع الطموح. اكيد طبعا. استاذنكم معايا امل من اكتوبر. اهلا بيكي يا امل. ايوه يا امل. طيب هنسمعك تاني يا امل حاولي معانا مره تانية اتفضل. طيب خلينا انا عايز اسال سؤال بقى لحضرتك برضو وللاستاذه زينب. يعني هو بيجي كده من الباب الطازه ما بقوله بدون اي اسباب يخش يلاقي قاعده بتذاكر فيمسك الكتب يقطعها. بص هقول لحضرتك حاجه. هو انا سالتها اسئله كتير جدا. هي الحاله دي نادره ليه بقى؟ لان في بعض الازواج فعلا بيتهيأ له ان مراته لما تنجح هتتكبر عليه هتتنطط عليه هتسيبه وتروح لغيره. في ناس ما بيبقاش عندها يعني ثقه في نفسها. احنا بنقول لكل قاعده شواذ. لا استني عشان عايز اقف على الحته دي. اتفضل. انا مستني الحته دي عشان في ناس ما عندهاش ثقه في نفسها. طيب هل احنا هنا هنختلف ولا هنتفق انه الموضوع ده بيبقى نابع من عدم الثقه في النفس في نقص الزوج يعني بالزبط. حاسس بيه. هستأذن حضرتك معانا أمل. أهلا بيك يا أمل. هنستأذنك توطي التلفزيون وتعلي صوتك. أهلا أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أمل؟ السلام. تمام. إيه رأيك؟ أنا سامع حضرتك كويس. أنا سامعاكي كويس. احنا سامعيني كويس يا أستاذة أمل. اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي يا أستاذة أمل. أهلا وسهلا. هتقولي رأيك معانا في موضوعنا؟ اتكلمتوا في الموضوع من كذا زاوية. أيوة طبعا. انتوا اتكلمتوا في الموضوع من كذا زاويه والاستاذ قال جمله مهمه جدا. في راجل ممكن يغير من طموح الزوجه لما يكون هو عنده نقص او حاسس ان هو اقل منها. فهنا الست الطموحه لو كان عندها طموح تنقي او تختار في بدايه حياتها او في بدايه ارتباطها في زوج يكون عنده طموح برضه. يعني هي هتعرف منين بعد اذنك؟ هي هتعرف منين صحيح؟ استاذ امل معلش لو بنتكلم في جواز زي جواز الصالونات بيبان في الشخصيه. لا بيبان في الشخصيه. في الشخصيه تمام. طب انت رايك فعلا يعني انت رايك فعلا هل الراجل فعلا يعني بيبان بالتفاهم معاه وتتفاهم معاه؟ عايزين نعرف فعلا معظم الرجاله بتكره خلي بالك من كلمه تكره دي بتكره طموح زوجاتها وبتغير من نجاحها فعلا معظم الرجاله كده ولا الست دي؟ لا مش كل الرجاله. مش كل الرجاله. ما فيش يعني في حاجه قدامك شفتيها نموذج ناجح زوجته يعني شجع زوجته على مذاكره على عمل على اي حاجه قدامك تقدري تقولي لي فعلا؟ في زوج بيفتخر زي ما الاستاذ كان بيقول من شويه ان الزوج بيفتخر ان زوجته فلانه وان زوجته بتعمل كذا. حلو قوي. طبعا طبعا انا اقولها بفخر يعني انا زوجتي فلانه الفلانيه او الدكتوره فلانه. لان هو بيحس ان هي اضافه للبيت. اكيد هي اضافه للبيت. لكن في رجاله برضه في نفس الوقت بتغير من طموحها الست وبتكسرها يعني وبتحطمها فعلا. طب انا عندي سؤال لحضرتك بقى بحكم يعني بنظره المشاهده. حضرتك سامعاني؟ هنستاذنك توطي التلفزيون. طيب. يا امل اسمعي من التليفون مباشره. وطي التلفزيون شويه.
وجهة نظر حضرتك انت شايفة في حالة زي كده الزوجة ممكن تتصرف ازاي؟ هو اولا هي مش هتقدر تتخلى عن طموحها لدي، او لو هي انسانة ذكية ومتحركة وعندها طموح قادر تحققه، في الحالة لو هي تنازلت عنه هتحس ان زوجها قصر فيها حاجة مهمة جدا جدا، وهي هتحس ان هو اقل منها اصلا في اللحظه دي، فمش هيبقى فيه توافق. هي هتختار في حاله في لحظه معينه، يا اما هي تنتهي نفسيا عشان حياه زوجيه تستمر، عشان الاولاد او عشان اي حاجه تانية، بس في جزء كبير جدا هيتكسر جواه، يا اما تنفصل عنه. يعني باختصار لازم قرار فاصل في الموضوع، يا اما الانفصال يا اما معالجه المشكله. نشكرك يا امل. توازن ما بين الاثنين. معانا يعني نستاذنكم ام احمد مثلاً. اهلا بيك يا ام احمد من اسكندريه، اتفضلي. اطلب الاثنين. دكتوره هاله عامله ايه؟ ازيك يا ام احمد عامله ايه؟ برحب بالحضور اللي مع حضرتك. اهلا بيك يا ام احمد. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. بسال بس بخصوص الاسماك يا دكتوره. اتفضلي. هل فعلا سمك القراميط ممكن يسبب السرطان؟ هو بصي، في ناس كتير، في جدال على الموضوع ده كتير، بس حقيقي سمك القراميط، شكرا طبعا الاول اشكرك، في جدال كتير الفتره اللي فاتت دي، لان هو بيتغذى على ميته وجيفه والكلام ده كله، بوائي الموجوده في الميه بالظبط الكلام ده، وبناء عليه هم بيقولوا انه بيبقى جواه بكتيريا بالظبط، بتنمو جواه بكتيريا لانه بيتغذى على الفضلات والبوائي اللي موجوده. ويعني خلينا نكون صراحه في الموضوع ده، في ابحاث قالت ان هو ضار، وفي ناس تانية بتقول لا هو مش ضار، فيا ريت نبعد عنه اصلا. يعني لو في حاجه فيها شبهه نتجنبها شويه، يعني خلينا نتجنب وندور على الحاجه اللي فيها الغذاء والفايده لينا. طيب نشوف الشيف كده، هنستأذنكم. شوف الريحه طلعت الطريقه، يعني الدنيا انا هاكل معاكم دلوقتي. تمام عشان اكون متفق معاكم. طب بص يا شيف، احنا فقدنا معاك، يعني احنا معلش احنا روحنا كده في كلامنا، وانت بص انا حتة رفعت سرية مهمة جدا. رفعت قله التسويه بس شويه عشان هي ارجع تاني بس اشرح انا عملت ايه بالظبط. هو ده اللي انا عايزه. تمام. انا السمكه طبعا اي حاجه في السي فود بعيدا بقى عن الامراض، انا طبعا زيت زيتون اساسي، طبعا زيت زيتون صحي 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 طبعا، مفيش جدال فيه. بحييك على الحته دي بجد. هو صحي تمام. ولازم دايما اما بتيجي تعمل نكهه في السي فود لازم يبقى فيه يعني بقدونس، يعني مش عايز اجيب بقى الحاجات التوابل العطريه اللي هي بقى غاليه شويه، اللي هي مثلا روزماري زعتر في الحاجات دي. لا خلينا على قد، انا عايز اعمل انا بلدي اهو على قد جيبي اهو. بقدونس والحزمه طبعا متداوله، يعني عارفه بكام. طبعا البقدونس انا شمطته بالثوم مع السمكه اللي هي السمكه الدراكه اللي انا شرحتها في البدايه تمام. سويت 75% من التسويه بتاعتها تمام، عشان هي بص انا مقطع بيسات اللي هي يعني جزيله كده باللغه بتاعتنا اللي انا مقطع، فباخدها يعني اربع مراحل تسويه على الاربع الاطراف بتاعتها تمام. هو انا بحط معلش عشان برضو زيت زيتون، بحط زيت زيتون دي في الطاسه اللي معايا، في الطاسه سيب الطاسه تسخن الاول، بعد كده احط زيت زيتون وتوم واي حاجه بقى في الاعشاب. هو انا بحط السمكه كده زي ما هي يا شيف؟ يعني باخد ما هو الطاسه مش هتجيب سمكه واحده بالنسبه للاحجام الصغيره. طب جميل، بغض النظر نص سمكه او او الجزء اللي انا هاخده ده تمام، انا بشيله زي ما هو كده بحطه على طول في الطاسه، ولا بحط جواه توم، ولا بيتحشي؟ لا دي بقى دي بتتساب للناس اللي هي بتحب الاكل بقى، اللي هو عايز يبدع بقى. يعني دي مساله فنيه. مساله فنيه. ست البيت اللي بتشوفنا او الايام الاكل دي يا جماعه، لو حد له مزاج يحشي ممكن بالحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. اي حد استاذي بيبقى في البيت بيبقى هو الشيف بيعمل كل ما هو تشتهي الانفس، هو حابب ايه انا هجيب كذا هيطلع لي ايه في الاخر. انا بقول لك انا سعيد بيك النهارده، انت انا للناس اللي بتشوفنا تعمل بمزاجها وفي نفس الوقت هي الهدف واحد. انا اللي مبسوط اللي انا مع حضراتكم والله، دي شرف ليا يعني. طيب تمام. احنا جبنا السمكه طبعا، واحنا قلنا في البدايه هنسخن الطاسه، وبعد كده نحط زيت زيتون، زيت زيتون بقى واي حاجه عطريه، طبعا العطريه بقى دونس كزبره كرفس. مش غلط الزيت الزيتون يتحط على النار يعني؟ لا لا ده صحي جدا، يعني زيت الزيتون بديل لاي ماده دهنيه. ماشي انا اعرف ان الزيت الزيتون اكله صحي وهو بعيد عن النار. في معانا تليفون؟ احنا معانا هنستاذنكم معانا تليفون. اهلا دكتور ياسر، اهلا بيك، اتفضل. دكتور ياسر القاهره سمعنا؟ دكتور ياسر. طيب هنكمل كلامنا على ما دكتور ياسر يرجع لنا تاني. طيب زيت زيتون وسخناه. زيت زيتون بيوصل لدرجه حراره معقوله تمام، الطاسه تسخن معايا عشان اعمل حاجه في الطاسه اسمها التشوك، الصدمه اللي انا طيب. اول ما انزل اقفل انسجه على تمام. طول تمام. اللي انا بسوي على اربع مراحل زي ما قلت لسيادتك، اللي انا باخد اللي على الاربع زوايا اللي انا مقطع عليهم تمام. عشان التسويه بتبقى صعبه اللي هي توصل لقلب الحاجه، يعني شايف السكنس الارتفاع عالي. فعشان انا اوصل الحراره من كل الجوانب، لو اتكيت على جنبين ياسر. في جنب مني هيلون مني بسرعه ويتحرق، فانا بحاول اوزع الحراره على الاربع اجناب تمام، عشان القلب كمان معايا يستوي.
احنا جبنا الطاسه حطينا زيت زيتون توم اي توابل عطريه او اي اعشاب عطريه كرفس كزبره اي حاجه روزماري تمام بحط اللي هو بس ينكه معايا يعمل نكهه معايا في السمك. طبعا السمك ما مش هجيب توابل فظيعه يعني هي التوابل بتاعه السمك في اي بيت في اي مطعم توابل السمك العاديه خالص اللي هي ملح وفلفل اسود فلفل ابيض بس. في السيفود الناس بتحب تطفر طبعا السيفود بيحب اللي هو ايه بيخش في مرحله البلدي الشعبي فبيحب الحته اللي فيها توم الكمون. انا كنت لسه اسالك ما فيش توم في الموضوع ولا لا لسه في توم. انا قلت لسيادتك انا شامط توم التوم في الاول شامط توم بس عشان الموضوع صحي شويه فبحاول ابعد عن التوابل اللي بيبقى فيها التوم واصله يعني بص ما هو لسه بقى ما جه حضرتك عامل بقى صوص التوم يعني صوص التوم اللي حضرتك شامه دلوقتي اللي انا بعمل صوص التوم انا جايب توم هنركز معاك عشان نلحق دلوقتي. ايوه انا صوص التوم انا اهو اختصر بسرعه صوص التوم انا التوم مفتحه عشان بس يفوح معايا زي ما سيادتك كده شامم. انا فاتح اي حاجه عايز افوحها معايا لازم اكسرها حبان اكسره وقرفه لازم اكسرها لازم اعمل اي حاجه. الثوم انا فتحته تمام على زيت زيتون تمام انا كده استوى معايا. طبعا انا في البدايه نسيت يعني نرجع نذكر تاني استوى دي بياخد لون معين اشوفه اللي هو طبعا السوى بتاعه اللي هو بس بياخد اللي هي سنه الوجه. دكتور ياسر معانا اتفضل يا استاذ. ايوه دكتور ياسر اهلا بيك. ايوه اتفضل سمعنا كده. ايوه يا فندم انا سامع حضرتك. ايه راي حضرتك في طموح الست؟ هل حضرتك بتشجع طموحها وبتشجع نجاحها ولا بتكرهه؟ لا طبعا انا شايف ان المرأة دي لازم يكون عندها طموح لان سنة الحياة دايما التقدم للامام وعلى الرجل انه يساعد زوجته او اخته او ابنه او بنته عشان تحقق طموحها. يعني انا كان ليا تجربة شخصية انا كنت انا وزوجتي بنعمل دراسات عليا مع بعض في جامعة القاهرة وفي نفس الكلية وشجعتها وساعدتها على الرغم ان احنا عندنا اولاد صغيرين والحمد لله يعني حصلت انا وهي على الماجستير والدكتوراه مع بعض. ده حلو قوي. في الماجستير انا كانت هي في الدكتوراه طلبتني يمكن ناشد اداء شهر. نموذج جميل حقيقي. وحتى كان في الكليه كانت في ناس كتير كانوا عارفين الموضوع ده كانوا عارفين ان انا وزوجتي بنكمل في ذات الكارير. ما حاولش احط طبعا قدام اي عراقيل لان نجاحها ده من نجاح لان انا شايف ان الراجل اللي ما عندوش ثقه في نفسه دايما بيقف قدام طموح زوجته لان عنده احساس بالعجز وانعدام قدرته ده وخايف ان زوجته تكشف المظاهر بتاعته في العجز. لكن الراجل اللي عنده ثقه في نفسه دايما بيشجع زوجته لان ما يكون فيه فرد واحد المواقف اللي بيصبوا في الثقه في النفس اكيد افضل من ان يكون فرد واحد. اشكرك يا دكتور. اتفضل. اهلا وسهلا بك. اشكرك وحقيقي حضرتك قلت راي يعني لميت كل اللي احنا عايزين نقوله وبنشكرك على ان انت تجربتك ناجحه قوي مع مراتك ومع زوجتك ويا ريت كل الرجاله كده يعني تعمل زيك. عموما احنا خلاص قربنا نخلص يا شيف هنستاذنك تعمل بقى البرزنتيشن بتاعك. خلاص انا بس الصوص اهو بسرعه انا بس شمطت التوم هنزل بس بكريمه سنه كريمه بسرعه كده سنه كريمه مع التوم طبعا سيادتك شامم الريحه تمام. على ما يخلص بقى على ما يخلص يا زينب عايزين كلمه كده تقوليها لكل زوج وكل زوجه بالنسبه لموضوع الحلقه. هو بالنسبه لطموح المراه يعني انا بقول ان الطموح في حد ذاته بيعلي الحاله النفسيه وبقول ان الواجب على كل زوج ان هو يقف بجانب زوجته ويساعدها على ان ده هيبقى في الصالح العام وهينفع الاسره كلها. طب ده كلام انشا ولو هو ما عملش كده بقى تقولي للزوجه تعمل ايه؟ لا هي تفضل متمسكه في حلمها بس في نفس الوقت تحاول ان هي توفق ما بين الاثنين وتحاول تقنعه بالمناقشه والحوار. انا عايزه اقول لكل زوج وزوجه يا استاذ هاني عشان حضرتك اللي هتقول رايك في الاخر وتقفل لنا البرنامج تمام. انا عايزه اقول لكل زوجه خلي بالك من رومانسيه خلي بالك من واجباتك خلي بالك من بيتك واولادك مع طموحك. لو عرفتي تمسكي العصايه من وسط تبقي ست ناجحه تبقي ست ذكيه تبقي فعلا ليدر او يعني عارفه تديري الدفه صح زي ما بيقولوا. عايزه اقول لكل زوج نجاح مراتك وطموحها من نجاح اسرتك ونجاح ولادك فايدك في ايدها وارفعها ارفعوا بعض مع بعض عشان خاطر الاولاد وعشان خاطر الاسره. اسيب بقى استاذ هاني هو اللي طيب يختم ويقول رايه. طيب نختم مع حضراتكم نروح بقى للعنصر الرئيسي الشيف يورينا كده والكاميرا توري الطبق اللي هو عمله لنا النهارده مع صوص التوم اللي هو كان وعدنا بيها وقال لنا بيها. انا مش عايز اقول لكم يا جماعه الريحه هنا عامله ازاي فانا طالع جاهز بره بالشوكه والسكينه انا ندخل على طول. طيب هنستاذنك تقول رايك استاذ هاني وتقفل عبال ما الشيف يعمل البرزنتيشن بتاعه. سريعا كده انا عايز اقول حاجه بس كلمتي الاولى للراجل
بطريقه بسيطه جدا. حضرتك لو عملت كده او وقفت قدام طموح مراتك فالموضوع يتلخص في كلمه واحده، انه انت مش واثق من نفسك، انت حاسس ان امكانياتك اقل منها، او خايف ان هي لما تحقق طموحها فتبقى اعلى منك، انت مش واثق. جرب انك تقف جنبها، جرب انك تساعدها، جرب انك تزيل العقبات من طريقها عشان تحقق الطموح ده. صدقني هي لما هتكبر هتشدك في ايديها، وانت من جواك هتحس بقوه بالارتفاع وعلو شأنها معاك. خليك واثق في نفسك كويس قوي. هقول كلمه للست اللي موجوده في المشكله دي دلوقتي، لو حضرتك واخده قرار في انك تكملي في طريقك وتحققي طموحك يبقى كملي وحققي طموحك. لو في عوامل تانية موجودة بتخليك توقفي أو تفرملي، لو عشان البيت والأولاد فالموضوع ده هقولك تخليه للحلقة الجاية تسمعينا فيه كويس مع الدكتورة ومع زملائي، لأنه عايز فعلا كلام كتير، بس زي ما بقول اثبتي على موقفك. شيف طبعا خلصنا الأكل النهاردة، أنا بشكر طبعا كل الموجودين معانا. دكتور أنا يعني بشكرك على استضافتي في الحلقة النهاردة معاك. لا ده حضرتك يعني زميل معانا ومعانا في الحلقة إن شاء الله. بشكر طبعا زميلتي الأستاذة زينة بنت يعني النهاردة برضو قلت لنا كلمتين حلوين كده واستفدنا منهم. شيف ابراهيم انا بشكرك وانا مبسوط جدا ان انا مع حضراتكم، والله انا طاير يعني من الفرحه والحمد أنا لله. انا قلت لك من بدايه الحلقه مبسوط بيك بس بسرعه بقى اختم عشان عايز اكون معاك. كنا عايزين نعرف رايك بسرعه ولا ايه اللي هو راي استاذ رايك في الموضوع بتاعنا؟ انا طبعا رايكم الراي، يعني لو معاك واحده طباخه تحب ان هي تتشير عنك يعني لا تقعد في البيت. طب بص كده هنختم على الكلمه دي. وانا بشكر كل الساده المشاهدين وبشكر الشيف وبشكر زينب وبشكر استاذ هاني، حقيقي نورتونا والحلقه كانت جميله جدا. وانا بقول للساده المشاهدين استنوني تاني في مواضيع اخرى وابعتوا لي وراسلونا كلنا مع بعض كده. لسه الموضوع قائم عشان لسه الموضوع قائم. طيب الموضوع الثاني هنتكلم فيه الحلقه الجايه ايه؟ العنف الاسري، لان في مشاكل كتير جاي لنا في النقطه دي. العنف الاسري وبمعناها من الزوج للزوجة للأبناء والتأثير، في مشاكل فعلا على أرض الواقع موجودة معنا إن شاء الله. استنونا الحلقة الجاية عشان نتكلم في الموضوع ده في حلقة جديدة من برنامجكم كلام عسل.